موضوع ديال العطلة المدرسية غيكون الدخول إن شاء الله نهار الاثنين المقبل. جميع التلاميذ مقبلين إن شاء الله أنهم يلتحقوا بالمدارس ديالهم. ما غاديش يكون تمديد ديال العطلة. لكن هذا الموضوع هذا أولا الوزارة الآن تشتغل على توفير واحد المجموعة أو تقوية الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى المدارس. ثم التعاطي مع التطور ديال الحالة الوبائية داخل المدارس سوف يتم بشكل محلي ماشي وطني. المسؤولين ديال المؤسسات المدرسية مع المسؤولين ديال الوزارة ديال التربية الوطنية على المستوى الإقليمي مع المسؤولين ديال السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه القانون أو المرسوم بقانون الذي ينظم هذه المسألة ديال الطوارئ الصحية. لا قدر الله إلا كانت شي أمور تسجلات على مستوى بعض الأقاليم سوف يتم التدخل إقليميا ومحليا. لكن اللي مهم واللي خص يعرفوا من خلال هذه الندوة الصحفية جميع المواطنين بأنه إن شاء الله الدراسة سوف تعود يوم الاثنين المقبل وما غاديش يكون حتى شي تمديد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.